النجم حسين فهمي من مفاجآت مسلسل السر وشارك كضيف شرف، وكان لكاميرا اون لقاء معاه كلمنا فيه عن حاجات كتير جدا، منها طبعا دوره في المسلسل ورأيه في مسلسلات الستين حلقة وذكرياته في رمضان، وكمان كلمنا عن السينما بالتفصيل. تعالوا نعرف قال ايه عن كل المواضيع دي. ولو قلت لك السر مش هيبقى فيه سر انما الموضوع كويس قوي ومثير جدا، في شخصيات جميله جدا، علاقات متشابكه معايا نضال الشافعي، معايا مدام دينا، معانا مايا نصري، مجموعه لطيفه جدا، والكتابه جميله جدا لان الكاتب مهتم جدا بالموضوع. احنا عندنا 60 حلقة فان شاء الله يعجبوا المشاهدين، والسر فيهم في العمل هيبان اذا كان الموضوع يستحمل يبقى كويس. يعني في مواضيع بتبقى محتاجة فعلا انها تبقى اكتر من 30 حلقة على شرط ما يبقاش في مط يعني، انما الموضوع هنا يستحق ويستاهل ان هو يبقى، ويمكن نزود كمان لان الموضوع فعلا مثير قوي. يعني لازم يبقى في حاجة جديدة، دور جديد، رواية جديدة، بتبقى مثيرة بالنسبة لي. لازم يبقى في حاجة أولا أنا ما عملتهاش قبل كده، يمكن المشاهد ما شافهاش قبل كده، هو ده اللي يعني بيسرني إن أنا أعمل حاجة حلوة. لا احنا انا عملت اعمال كتيره جدا في رمضان، وصورت السينما في رمضان، ودايما ببقى صايم ومع ذلك بنشتغل وبنعمل شغل كويس جدا. الف ليله وليله كان بيتصور في رمضان، عملت وضع حبي هناك كان في رمضان، كنا بنصور في سينا في الصحراء، اجزاء من الرصاصه لا تزال في جيبي كان في رمضان، فانا صورت كتير قوي في رمضان. يعني السينما المصرية ممتازة جدا وهتفضل طول عمرها، يمكن ليها كبوات لكن هناك أعمال فنية رائعة جدا في الفترات الأخيرة شفناها، دخلنا مسابقات دولية بيها، أخذنا جوائز. السينما المصرية في الحقيقة فيها مجهودات فردية كمان من مخرجين ومن مخرجات، دايما بنتقدم بيها للعالم، والعالم العربي بيحب جدا أفلامنا وبيستمتع بيها، فالسينما المصرية بخير وهتفضل دايما بخير. يعني السينما عالم جميل جدا وعالم جذاب، وطول عمره بياخدني يعني من وانا صغير بتفرج على أنور وجدي وليلى مراد والسينما المصرية الجميلة الرائعة، كل أبطالها كانوا يعني حببوني في السينما ما في شك. يعني إذا كنا بنتكلم على الأسري ولا بنتكلم على سليمان بنجيب ولا بنتكلم على حسن فايق ويوسف بيوهبي، يعني السينما المصرية سينما رائعة ما في شك. هو وجه اختلاف اجتماعي يعني زي المجتمع كله تغير، ما في شك إن السينما بتتغير مع المجتمع، هو ده المجتمع اللي كان موجود وده المجتمع اللي احنا مرينا فيه في السبعينات مثلا، مختلف خالص عن التسعينات ومختلف خالص عن الألفينات.